هي دي نفس الحجج اللي ضيعتكم في 30/6. بوستة انت بقى وامثال الناس دي او من يتبنوا هذا الرأي مع احترامي وتقديري ليهم، معايا جواب ليكم، جواب كتبه الاستاذ علاء الاسواني وبين قوسين عندي كل التحفظ على علاء الاسواني وهرد عليه بعد شوية. لكن علاء الاسواني كاتب مقال مهم جدا في بوستة النهاردة، مقال بيقول فيه قبل ان نلوم الدكتاتور. بيتكلم علاء الاسواني في المقال ده بصراحه ببراعه، بيقول لك اذا كان هناك فرق واحد بين المواطن المصري والمواطن الغربي فهو الاحساس بالمسؤوليه. تعال لي بقى علي دقيقه واحده هحطك في الصوره. بيقول علاء الاسواني في اول مقال انه كان بيعمل ندوات ايام الرئيس الاسبق مبارك، والندوات دي استمرت لحد ما جه السيسي. لكن لما جه السيسي الامن قبض عليهم قوي، يعني عمل لهم مشكله وكان بيطاردهم، وكان بيصور الندوات دي محمد اكسجين ربنا يفك اسره. فبيقول في احد الندوات جاني شخص مصري قال لي يا استاذ علاء ما تتكلموا عن قانون الخدمه المدنيه دي اللي عايز يعمله السيسي. فقلت له احنا ما تتكلم هيضرك؟ قال له اه هيضرني. قال له طب ما خلاص اتكلم انت اعملوا حاجه. قال له مين احنا نعمل حاجه؟ قال له انت وزمايلك اللي هيتضروا من قانون الخدمه المدنيه لموا بعض كده وقفوا جنب بعض وقاوم القانون ده. قالوا انت عايز نروح في داهيه؟ انا عايز اربي عيالي. فبيقول علاء الاسواني ان المواطن ده زيه زي ملايين المصريين، عايز حد يقوم له بثوره، عايز حد هو اللي يتحرك بس هو يقعد. والمواطن ده علاء الاسواني بيقول غير المواطن الغربي، المواطن ده بيستنى الحريقه لما تمسك فيه ويبتدي يتكلم، لكن طول ما الحريقه في الشارع ما جاتش لبيته ما بيتكلمش. هنا بقى بيقول ايه الفرق اذا كان هناك فرق بين واحد بين المواطن المصري والمواطن الغربي فهو الاحساس بالمسؤوليه العامه. المواطن الغربي بيشعر انه مسؤول عن الدفاع عن حقوق الاخرين اذا تم انتهاكها من قبل السلطه حتى ولو لم يقع عليه ضرر مباشر. يدرك جيدا المواطن الغربي ان انتهاكات الحقوق اذا بدات فلن تتوقف عند مجموعة من الناس، لكن هتمتد وتشمله هو. الاستبداد لا يحدث بإرادة الدكتاتور وحده. لا يستطيع فرد واحد أن يفرض سلطة بالإكراه على شعب كامل إلا إذا الشعب ده سمح له بكده. الدكتاتورية علاقة بين طرفين، حاكم مستبد وشعب بيقبل الاستبداد. إن السجون لا يمكن تتسع للملايين، وأدوات القمع مهما تكن جبارة هتتكسر قدام إرادة الشعب إذا الشعب ده قرر مقاومة الاستبداد. الشعوب الغربية لم تحصل على الديمقراطية كهدية، لكنها دفعت ثمن باهظ من نضال وتضحيات انتهت بأن صار الشعب مصدر السلطات. قبل أن نلوم الدكتاتور على ظلمه يجب أن نلوم أنفسنا، لأننا بصمتنا وخوفنا سمحنا له بانتهاك حقوقنا. عندما نقاوم الاستبداد وندافع عن حقوقنا بكل ما نمتلك من قوة، عندئذ فقد سنكون جديرين بالحرية. تحية لأول مرة لعلاء الأسواني. ده كلام مهم جدا، ودي رسالة للشعب المصري. انت مستني تذكرة المترو تغلى عشان حضرتك ناس يقوموا لك بثورة يرخصوا لك التذكرة؟ انت مستني ثورة تقوم عشان نلغي قانون الخدمة المدنية اللي حاطه السيسي؟ انت مستني حد يقوم لك بثورة وانت قاعد اصل لا لو قمنا بثورة الاخوان هيجوا يركبوا؟ يا صلاة النبي خلاص ما تقومش، خليك قاعد والله ما انت قايم. انت مستني ده؟ اذا كنت انت خايف من ثورة تجيب الاخوان، اذا كنت انت خايف ومستني حد يقوم لك بثورة فابشر، خليك قاعد، لأن السيسي ديكتاتور لكن لا السيسي ولا جيشه يقدروا على الشعب. وأنا بقولها وبتحدى، لا السيسي ولا ال 400 ألف اللي في الجيش يقدروا على الشعب، احنا شعب 100 مليون، لكن يقدروا عليه في حالة واحدة بس، حالة الخوف، حالة إن كل واحد مستني ثورة يقوم بها غيره. لما وقفوا بعض الناس في المترو يعترضوا على تذكرة المترو سيدات ورجالة اتقبض عليهم، وكل ركاب المترو الملايين وقفوا يتفرجوا عليهم وخايفين يعملوا حاجة، بينما لو كلهم عطلوا المحطات في نفس اللحظة كان السيسي يرجع في كلامه. إنما الناس وقفت تصور وتتفرج على الراجل أبو نضارة اللي عمال يهاتي أو الست اللي عمالة تشتم، وقف كله يصور
وكل واحد عمل نفسه مش معاها. النتيجة ان انت دفعت السبعة جنيه ومش بس كده وهتغلى التذكرة تاني. دي الرسالة للشعب، دي رسالة للشعب، سواء كنت خايف او كنت خايف من بطش السيسي او خايف للاخوان يرجعوا، خليك قاعد بس صدقني الحريقة هتجيلك هتجيلك.